بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وباسمه دائما نتوكل. ومنذ لحظات تعلن لجنة هذا الميدان عن انطلاق شوط جديد، عن انطلاق شوط مميز. ونذكر صاحب التوقيت ما شاء الله المميز والمنفرد عن بقية التوقيت لبيبة لأحمد بن هلال بن أحمد أبو إبراهيم، وسلاماتنا دائما تتجه إلى أهالي الخوانيج هناك محملة على ظهر لبيبة. 6 دقائق 4 ثواني. شكرا للمرافق لبيبة إلى خط النهاية أبو محمد سعيد محمد بن أحمد أبو إبراهيم. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة للمراكز، دعناها عليكم كاملة مكملة. وشوط أنا الـ11 شوط الجعدان المحليات الأصايل ما شاء الله لأبناء القبائل. الشوط الأول يا عشاق الشوط الأول. بنقول هناك اللي في الصدارة، هناك اللي هو شاهين سعيد بن حمد بن سالم الصقع الأقفلي، من يدفع بشاهين على المركز الأول. سلام يعني بن رقيط بن سيف بن رقيط الأقفلي على ثاني المراكز، وثالث المراكز رعد لعلي بن رايح بن محمد ما شاء الله النقلة على المركز الرابع. شعار الغويص هناك مع من؟ محبوب حمد بن حمد الغويص سويدي. وفي المركز الخامس النجمي صالح بن علي بن محمد بن الحيمر المري. يلا يا ابو علي، يلا يا ابو علي، نقلتنا على المركز للسات. المركز السات ما شاء الله غازي راشد بن خلف بن مطر بن علوان، وهنا نجمة وزعبيل مع الفيل خليفة بن محمد بن قحيد المهيري سابع المراكز. وفي المركز الثامن مياس لسيد خليفة أو خميس بن خليفة بن خميس الأخيلي. وفي المركز التاسع من يأتي شجاع لمنصور بن فاضل المزروعي، وعاشر المراكز العصر محمد بن إمام بن عبيد بالدبيل. هكذا كانت نتيجتنا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز لمراكز ذعناها. عليكم بالوفاء والتمام، بالوفاء والتمام أيها الجماهير الغفير الحاضر هنا مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز. وشاهين يا شاهين، شاهين يا شاهين مع بصقع سعيد بن حمد بن سالم بصقع الاقفلي. من يقدم شاهين على المقدمة؟ من يسيطر مع شاهين على مقدمة الشوط؟ ولكن اللي في المركز الثاني سلام علي بن رقيط بن سيف الاقفلي ما شاء الله ايضا ياخذ له موقع ثاني المراكز. وفي المركز الثالث هناك اللي في المركز الثالث ايضا نبغي نتعرف لكي هناك اللي هو رعد لعلي بن راية بن محمد ايضا من ياتي ثالث المراكز. وفي المركز الرابع الفيل خليفة بن محمد بن قحيد. خامس المراكز النشمي، النشمي النشمي النشمي، وتعود ملكية النشمي ما شاء الله صالح بن علي بن محمد بن الحيمر. يا سلام يا سلام، شعار البيان، وين ذكريات البيان يا ابو علي؟ ذكرنا بالبيان، ذكرنا لو لحظة شوي بالبيان. بينما اللي في المركز السادس يا سلام يا بن شلبوت ما شاء الله، خميس بن خليفة بن خميس بن شلبوت الأخيلي ايضا حاضر مع مياس نقلتنا على سابع المراكز. المركز السابع من يأتي في هذه اللحظات؟ هناك سابع المراكز اللي هو رعد لعلي بن رايه بن محمد بن ياتي سابع المراكز ايها الاخوه. ها ولا شاهين لاحمد بن سعيد بن حلوه. وفي المركز الثامن محبوب هنا لحمد بن حمد الغويش السويدي. ها هي النتيجة، ثامن المراكز من ياتي غازي لراشد بن خلف. وفي المركز التاسع هناك اللي هو الحصن محمد بن عبد دبيله، وشجاع عاشرا لمنصور بن فاضل المزروعي. ها هي النتيجة للمراكز ذعناها، عليكم بالهو تمام. يا سلام، الله يا شاهين، غادر الحدود شاهين، خلاص غادر الحدود شاهين، يعرف طريقه ويعرف عنوانه، لأن له إنجازات، له إنجازات ما شاء الله
تقريبا من سن الفطامين ولا تابع حركات شاهين، اتابع كل تحركات شاهين حتى هذا اليوم مع سن الاذاعه، حتى هذا اليوم مع سن الاذاعه ثابت وجوده، ثابت وجوده، ثابت وجوده اينما كان، اينما كان واينما كانت هذه النجمه. يا سلام يا ابو صقع، سلام يا ابو حمد، سلام يا ابو حمد على اندفاع شاهين وثبوت شاهين. هل من حد بيقترب من شاهين؟ قلت لكم اسرع من الشواهين، قلت لكم عند الثنين، قلت لكم عند الثنين، يعني يبغي مراقبه، يبغي له دفاع، ولكنه الروح حريص على المركز الاول، حارس على المركز الاول، حارس ومنتبه على المركز الاول، ما شاء الله عليه بدون يتوامر. والعصاقوس العصف الابطان مذخور لاصحاب المواقيف، مذخور لاصحاب المواقيف. يا سلام يا بصقعه، يا سلام يا بصقعه. بقول تهانينا والناموس لسعيد بن حمد بن سالم بصقعه الاغفلي على فوز شاهين وانفراده على بالمركز الاول في المحافل. يا سعيد لك فعل حافل، فرت الكره على مره وشاهين الحذر لا تحركه، لا تحركه غافل، والله ان لالي من سرعته خايف يفره، خايف يفره، ما شاء الله. تهانينا لك يا بصقعه سعيد بن حمد بن سالم بصقعه، وسلام مشرف، سلام سلام مشرف، مشرف الناموس والانطلاق اللي في المركز الثاني. هناك بنقول شراب لعلي بن رقيط الاغفلي المركز الثالث الفيل، لخليفه بن محمد بن قحيد المركز الرابع، راعد لعلي بن رايح بن محمد وخامس المراكز شاهين احمد بن سعيد بن علي بن حلوه الكتبي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، 6 دقائق 9 ثواني، ما شاء الله توقيت جميل ومميز. تهانينا والناموس.